المسؤولين وكون الحصار وين العالم؟ وين العالم؟ كم الشعب هون الشعب هون ما بناقش ياكلهم هون مدينة الرسل مدينة الرسل يا واقف قامت المعتقلين وينهم؟ هالعون نسمع المحطات المعتقلين نطالعهم مكان الحصار ما جبنا شيء الرسل محاصرة على 3 سنين غيب الخوز موجود فيها دم الشهيد مظاهرة لأسقاط بشار الأسد أولاً وآخراً وسنستمر حتى سقوط طاغية الشام بشار الأسد طاغية الإجرام والإرهاب العالمي الإرهاب الدولي إرهاب الدولة وليس كما يدعي ويصور نفسه أنه يحارب الإرهاب والإرهابيين إنما هو الإرهاب وهو منبع الإرهاب الرسلن والريف الشمالي يتعرض لأكبر وأضخم عملية حصار في التاريخ لم يشهد لها تاريخ منذ الحرب العالمية منذ هتلر وهولوكوست اليهود نحن نموت ببطء نحن أشجار نموت بصمت